Bang. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة رقم 5 بدأنا بقى نخش على حاجة تانية اسمها النورمال ديستريبيوشن. النورمال ديستريبيوشن اللي هو التوزيع الطبيعي. ايه هو التوزيع الطبيعي ده؟ بدأ الدكتور يقول لنا الكاركترز بتاعه، بيقول لك هو عبارة عن بارامتر، والبارامتر ده عبارة برمز له بالرمز اكس يتبع ان، الاكس اللي هو المتغير والان اللي هو رمز النورمال ديستريبيوشن، تمام؟ وقال لك ان هو بيتكون من تو بارامتر، التو بارامتر دول اللي هو الميو اللي هي المين، والسيجما سكوير اللي هي الفيرنس، تمام. بعد كده قال لك في حاجه عندي اسمها بيل شيب اللي هو شبه الجرس. التوزيع الطبيعي ده او النورمال ديستريبيوشن ده شبه، بيكون شبه الجرس زي ما انتم شايفين كده شكل الجرس، تمام. وبيكون وشكل الجرس ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن من سالب اكس لاكس، تمام. وعندي الخط اللي انا برسمه اللي هو شبه الجرس ده ما بيلمسش ابدا المحور الاكس سواء السالب او الموجب، فبيقول لك نيفر تاتش اكس اكسس، تمام. وبيقول لك ان النقطه عندي اللي في النص دي كده اللي هي النقطه دي، تمام، نقطه المتوسط دي بمعنى اصح، اللي هي بيكون عندها الميو اللي هو المين اللي هو المتوسط الحسابي. كل ده بيعرفنا يعني ايه نورمال ديستريبيوشن، تمام. بيقول لك اللوكيشن والشيب. الشيب بتاعها هو عبارة عن، لو انا قلت لي مثلا ان انا عندي ثلاث ارقام، ثلاثة مين اللي هو الميو عندي عبارة عن ثلاث ارقام، يعني قلت لك ميو بثلاثة وميو بخمسة وميو بستة، فبروح راسم رسمة كده اللي هي رسمة النورمال ديستريبيوشن لحد الثلاثة، واروح نازل، تمام، واروح عامل الخط بتاع الثلاثة. بعد كده قال لك الميو بخمسة، اروح مكمل وراسم ميو بخمسة، وهكذا. قال لك الميو بستة، اروح مكمل وراسم ميو بستة، تمام. فبالتالي بقى ده شكل الرسمه بتاعتي على حسب هو مديني الميو بكام. كلام جميل. فانا قلت هنا المتوسط هو اللي بيحدد لي قيمه الاكس، تمام. الاكس دي بكام اللي هو المين اللي هو الميو بمعنى اصح، يعني ده معنى كلمه المتوسط. بعد كده قال لك بقى ان شكل الرسمه عندي بيختلف. هنا تلاقي شكل الرسمه زي ما انتم شايفين كده، القمة عندي قصيرة شوية وزي ما تقولوا مفرطحة كده، زي ما هو قالها بنفس التعبير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي هتلاقي الخط كده مسحوب للناحية دي بالطريقة ده كده، بالطريقة دي، مش عامل لي قبة زي هنا كده او هنا، تمام. فقال لك ايه السبب في ده؟ قال لك السبب في ده ان انا عندي كل ما السيجما قيمتها بتكون كبيرة الرسم بتعرض، بمعنى اصح يعني اللي انا كأن الرسم بتتسحب كده، فكل ما السيجما قامتها بتزيد. طبعا انا مش فاهم ازاي كل ما السيجما قامتها بتزيد، معلش، كل ما السيجما قامتها بتزيد الرسمة بتعرض. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي انا عندي اصلا ان احنا كنا مقسمين النورمال ديستريبيوشن ده اللي هو الخط ده كده، قلنا ده كده الميو اللي هو الجزئية اللي بيكون عندها الميو، حلو، كنا مقسمينه بقى كده لثلاث مناطق، تمام، من جهة اليمين وجهة اليسار. بمعنى ايه؟ بمعنى دي كده، ادي كده المنطقة الأولانية والمنطقة التانية والمنطقة التالتة، وفي هنا برضو ايه منطقة رابعة كده بسيطة، برضو نفس الكلام، برضو هنا ادي التانية وادي التالتة، حلو. فعندي من كل من اول الميو لحد اول خط ده كده بيساوي واحد سيجما، ومن هنا لحد هنا سيجما، ومن هنا لحد هنا سيجما. قيمة السيجما دي كل ما تكبر، تمام، قيمة السيجما كل ما تكبر، كل ما تخلي لي الرسمة يا إما تكون عريضة يا إما الرسمة تكون عاملة لي قبة أو طويلة، عريضة بالشكل ده كده، تمام، أو تكون عاملة لي قبة بالشكل الكبير ده، تمام. بس وطبعا لكن المين عندي ثابت، ما بيختلفش المين قد ما بيختلف عندي قيمة السيجما اللي هي بتتحكم لي عندي في العرض. بعد كده بدأ الدكتور يقول لي بقى شرح الكلام تاني أهو. بدأ يقول لي الأريا أندر الكيرف عندي 68.27%، ده اما يكون موجب او سالب واحد سيجما. بمعنى ايه؟ بمعنى زي ما قلت كده عندي المين، تمام، وقلنا من الخط ده الخط ده بيساوي سيجما، فده كده سالب سيجما لان هو ناحيه الشمال، وده كده موجب سيجما لان هو ناحيه اليمين. فموجب او سالب سيجما اللي هو الجزئيه دي كلها كده الاحتمال بتاعها بيكون 68.27%. طيب لو كانت 2 سيجما اللي هو الخط ده كده كله هيكون كام؟ هيكون 95.45%.
طيب لو كان الخط التاني ده اللي هو من اول هنا كده لحد هنا هيكون كام؟ هيكون 97.73، وهكذا لحد ما تكون من اول هنا لحد هنا اللي هي بنسبة كام؟ اللي هي بنسبة 100%. ده كده ايه؟ ده كده ال area under curve، وعرفت قلت ده المين، وده كده موجب او سالب سيجما، وده كده موجب او سالب 2 سيجما 3 سيجما وهكذا. تمام. بعد كده بدأ بقى يقول لنا حاجة تانية، ده كل ده كان بيعرفنا بس النورمال ديستريبيوشن، ولكن في الحل هحل ازاي؟ بدأ يعرفنا حاجة جديدة اسمها الستاندرد نورمال ديستريبيوشن، اللي انا بحول من نورمال ديستريبيوشن لستاندرد نورمال. عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بحول من الان للزد. الزد عندي اللي هو رمز ستاندرد نورمال، ده كده ستاندرد نورمال برمز له بالرمز ايه؟ برمز له بالرمز الزد. تمام. والبارامتر عندي برضو اللي هو الميو والسيجما، ولكن عندي الميو هنا لازم تكون صفر، والسيجما عندي لازم تكون واحد، يعني عندي السيجما ثابتة بواحد والمين الميو عندي ثابت بصفر. طيب الكلام ده معناه ايه وهترجمه ازاي؟ هنشوف في الامثلة دلوقتي. اول حاجة اعرف بس معادلة التحويل من الاكس للزد. تمام. هقول كده الزد بتساوي اكس ناقص ميو على سيجما. تمام. يبقى الاكس يبقى الزد عندي بتساوي ايه؟ بتساوي اكس ناقص ميو على سيجما. الزد دي اللي هي رمز الستاندرد نورمال ديستريبيوشن. تمام. والبي عندي اللي هو رمز الاحتمال، فعندي البي بتساوي هي رمز الاحتمال بيساوي عندي الزد، يعني انا لما اقول كده الزد بتساوي بي ناقص ميو على سيجما، هي كأني قلت البي بتساوي اكس ناقص ميو على سيجما. رموز يعني الرمزين زي بعض. حلو كده. طيب الميو عندي والسيجما سكوير، لو هو مديني سيجما سكوير انا لازم احولها لسيجما. تمام. يبقى انا كده يجب تحويل من سيجما سكوير لسيجما، فهقول كده السيجما بتساوي ايه؟ بتساوي الجذر التربيعي سيجما سكوير، يعني هو ممكن يديني في الامتحان الميو يديني سيجما سكوير. طبعا انا مش هشتغل بالسيجما سكوير، لازم اخد بالي من الملحوظه دي مهمه، وايه واروح جايب الجذر التربيعي بتاعها وايه واشتغل على السيجما بس. كلام جميل. فبقى عندي ايه؟ فبقى عندي كده اكس وبي، البي عندي اللي هو احتمال الاكس. تمام. واحد منهم بيكون معلوم من ال، يعني انا عندي الاثنين دول كده بيكونوا ثابتين، بيديني الاثنين دول كده ثوابت في المساله، يعني انا لو مديني مساله هيديني ميو وهيديني مثلا سيجما تربيع، او ممكن يديني السيجما على طول لو هو عايز يسهل عليا يعني، وده طبعا صعب يعني هو مش بيسهل خالص. ويجيب لي واحده من الاثنين دول، يا اما يديني الاكس يا اما يديني البي. يديني الاكس ويقول لي هات لي قيمه البي اللي هو الاحتمال، يديني الاحتمال ويقول لي هات لي قيمه الاكس. هنشوف الاثنين دول هنتعامل معاهم ازاي في الاسئله دلوقتي. اول حاجه قلنا ان الزد بتساوي البي، والبي عندي بتساوي اللي، يبقى اذا كده انا استنتجت ان البي عندي هتساوي اكس ناقص ميو على سيجما، اللي هو نفس القانون ولكن شلت الزد وعوضت مكانها بالبي. تمام. فبالتالي الاكس عندي لو انا عايز اجيبها، احنا قلنا ايه؟ هو هيديني واحد من اتنين، هيديني الاكس ويطلب مني البي، فلو اداني الاكس وعايز مني البي هستخدم القانون ده اللي هو اكس ناقص ميو على سيجما. طيب لو هو مديني البي وعايز مني السيجما هعمل ايه؟ هعكس بقى، هضرب السيجما في البي اللي هو طرفين في وسطين، فهتبقى عندي بي سيجما، وهنا كان ناقص ميو هتبقى زائد ميو، وكده اصبحت الاكس في طرف والمعادله كلها في طرف، فاصبح عندي الاكس بتساوي البي اللي هو احتمال النجاح، او الاحتمال البي اللي هي الاحتمال ضرب السيجما زائد الميو. بقول كده ملحوظه، اي مساله يجب ان تحول الى رسمه، دي كده ملحوظه مهمه جدا، لازم اي مساله عندي احولها لرسمه. كل الكلام ده هعرف معناه ايه دلوقتي. هبدا كده باول مثال ان شاء الله اللي احنا هنفهم بيه الدنيا ماشيه ازاي معانا. المثال ده بقى بيقول ايه؟ مديني عندي الويت اوف ميت اللي هو وزن لحمه، بيقول لك الاكس بتتبع الان. تمام. ومديني عندي الميو ب100 والسيجما سكوير زي ما انا قلت اهو ب100. تمام. وبيقول لي البي اكس مور ذان 120 لس 90، يعني عايز احتمال ان الاكس تكون اكبر من 20 من 120 واقل من 90. طيب اعمل ايه في الحاله دي؟ اشوف الاول اصلا هو كان مديني ايه. هو مديني هنا الميو جاهز ومديني سيجما سكوير، يبقى اذا لازم احول السيجما سكوير دي لسيجما، فبالتالي هجيب الجذر التربيعي بتاعها اللي هو جذر ال100 بيساوي 10. كلام جميل. بعد كده ارسم الكلام اللي هو كان مديهوني ده. ارسم ازاي؟ هرسم كده علامه ال، هرسم الرسم عادي رسمه الكيرف بتاعي. تمام. وفي النص عندي كان هو مديني الميو ب100، يبقى انا كده عملت الميو عندي ب100 اهي. حلو.
بعد كده قال لي ان هو عايز ال 120، ادي كده ال 120، هو مديني 120 ومديني 90 ارقام، ادي كده 120 وادي كده 90. طبعا ال 120 هي اكبر من 100 فبالتالي هي في اتجاه الموجب، وال 90 هي اقل من ال 100 فبالتالي هي في اتجاه السالب، ده لو حد بيسال على اتجاهات. حلو، هو عايز ايه الاحتمال؟ عايز احتمال ان الاكس تكون اكبر من 120، اللي هو الاحتمال ده اكبر من 120، 120 في اكبر، تمام. طيب وعايز احتمال ان الاكس تكون اصغر من 90، اللي هو 90 في اصغر، اللي هو الاحتمال ده. كلام جميل. طيب اعمل ايه؟ اول حاجه لازم احول من ستاندرد ديفيجن، او احول قصدي من نورمال ديستريبيوشن لايه؟ لستاندرد نورمال ديستريبيوشن. حلو، احول ازاي؟ هقول اول حاجه الزد 1 بتاعتي اللي هي بتساوي اكس ناقص ميو على سيجما. اكس واحد عندي اللي هي كانت ب 120، اللي هي اول حاجه، اللي هي 120 ناقص 100 على 10، اللي هي تقدير السيجما بعد ما جبت الجذر بتاعها، هتطلع ب 2. طيب بعد كده هجيب برضو زد 2، ولكن انا همشي المساله جزئيه جزئيه، يعني انا هشوف زد 1 الاول واشتغل عليها. قلنا جبنا احنا هنا بقى بعد ما جبنا الزد 1، تمام، اللي هو طلع عندي ب 2، بقدر اجيب بقى ايه، هروح رسم الاول الرسمه تاني، تمام، للستاندرد ديستريبيوشن نورمال ديستريبيوشن، تمام. هروح رسم برضو كده الخط، قلنا عندي الميو عندي كانت بصفر، تمام، واروح معوض بقيمه ال 120 اعوض عنها ب 2. حلو، انا عايز ايه؟ كان السؤال بتاعي اللي هو عايز مني الاكس مالها اكبر من 20. حلو، طب انا دي اللي هو بعد ما حولتها ل 2 هتبقى عندي كده البي بدل اكس بقت زد، يبقى اصبح عندي كده زد اكبر من 2. حلو، عشان اجيب اكس اكبر من 2 دي بجيبها عن طريق الجدول، جدول اللي ادهولنا الدكتور. طيب ايه الجدول ده وماشي ازاي؟ الجدول ده هو جدول ماشي ما بين من سالب اكس لحد موجب اكس، تمام، يعني الجدول ماشي بالاتجاه ده كده، تمام. طب انا الاحتمال بتاعي عايز ايه؟ انا الاحتمال بتاعي عايز الجزئيه دي. طب هعرف اجيبها ازاي طالما انا الجدول بتاعي ماشي كده؟ بطريقه بسيطه جدا، اللي انا هعكس الاحتمال، بمعنى اللي انا هجيب بي ايه؟ هجيب بي زد اصغر من 2، اللي هو انا هجيب كل ده كده، كل المنطقه دي، بعد ما اجيبها هروح طارح من 1 عشان اجيب الجزء المكمل ليها. طيب اجيب الكلام ده ازاي بقى؟ قلنا عن طريق جدول، الجدول ده كان مديهولنا الدكتور في المحاضره. الجدول ده عباره عن الجدول ده عباره عن ايه اللي هو اللي قدامكم ده كده، عباره عن قيمه الزد، تمام، قيمه الزد دي كده اللي الدكتور كان مديها لنا، وعباره عن ارقام، ادي كده بادئ من السالب زي ما انتم شايفين كده لحد الصفر في الاخر، تمام، وعباره برضو عن ارقام بقى من 10، يعني مثلا دي مثلا هنا لو جينا شفنا 3.10، تمام، فهنا 9 من 100 فتبقى 3.19، هنا 8 من 100 يبقى 3.18، وهكذا. والقيم دي هي قيمة ال بعد ما العلماء حسبوها تبقى قيمة الايه؟ قيمة ال ما تحت الكيرف، يعني تفهمني؟ يعني اللي تحت الكيرف بتكون هو ده القيمة. يبقى اذا عندي كده اللي تحت الكيرف ده بيديني القيمة، يعني انا كده لو قلت ال الزد عندي مثلا ب 2، هروح شايف كده في الجدول هنا عندي، تمام، وادور على الزد ب 2. طبعا هو كان مدينا جدولين، جدول هنا من السالب لحد الصفر، وجدول تاني عباره عن من الصفر لحد الموجب. فانا هنا ادور على رقم 2 الاول، تمام، ادي كده رقم 2 عندي اهو، هو كده الرقم ده، تمام. هو طبعا 2 بس، يعني 2 قدامه صفر وصفر، مفيش 2 واحد من 1 من 100 او 2 و2 من 100 والكلام ده، تمام. فرقم 2 الرقم اللي قدامه كام؟ قدامه 9772. حلو كده، يعني هروح اعمل ايه؟ هروح معوض كده بقيمة الاتنين ب 9772 هنا في المسألة. يعني انا اشوف كده عملتها ازاي، قلنا القيمة اللي طلعت عندي بعد ما دورت على الزد طلعت ب 2، يبقى انا كده قيمة احتمال الجزئية دي كلها كده لحد ما توصل ل 2 اللي هو ده كله كده طلع عندي بكام؟ طلع عندي بتسعة فاصلة قصدي ب 9772 من 10,000، تمام. بعد كده هروح منقصه زي ما قلت ايه، هروح منقصه من الواحد عشان اجيب الاحتمال المكمل، لان انا عايز ايه، الزد عندي اكبر من 2 ومش عايزها اصغر من 2، تمام. فهروح اعمل كده زي ما انتم شايفين كده هنا اهو، الزد اكبر من 2 الاحتمال بتاعها هيساوي ايه؟ بيساوي 1 ناقص فاصلة 9772، هيديني كام؟ هيديني
228 مع 10,000. يبقى اذا هروح راسم برضو رسمه تاني. كل ده وانا برسم، يعني شايف لو انتم ملاحظين كل ده عمال برسم. انا رسمت في الاول هنا اهو، بعد كده بعد ما حاولت رحت راسم تاني، بعد كده بعد ما جبتها بقى في الاخر رحت راسم الرسمه الاخيره اهي. يبقى دي كده الرسمه بتاعتي بالقيمه اللي انا طلعتها. كلام جميل. اشوف بعد كده كان طالب منا برضو الدكتور في مثال تاني، حاجه تانيه عباره عن، بعد كده هنروح نجيب زد 2 اللي هي كانت ب 90. احنا كل ده كنا شغالين في ايه، في ال 120 بس. طب في ال 90 بقى هنعمل ايه؟ هنروح نازلين كده ونروح جايبين برضو زد، نروح محولين من اكس لزد زي ما انتم شايفين كده. قلنا القانون ايه هو، اكس 2 ناقص 100 على سيجما يبقى 90 ناقص 100 على 10 هيطلع بسالب 1. بعد كده اروح جايب بقى ايه، اروح راسم طبعا الرسمه الاول زي ما انتم شايفين كده. رحت راسم الرسمه زي ما انتم شايفين كده، رحت راسم الرسمه في الاول تمام. بعد كده انا عايز اجيب الاحتمال. طيب ال 90 دي هي ماشيه ازاي اهي، انا عايز اجيب الجزء ده كده، انا عايز اجيب الزد اقل من 90، اللي قلنا 90 دي طلعت بسالب 1 يبقى عايز اجيب زد اقل من سالب 1 تمام. فهي في الاتجاه ده كده اللي هو الاتجاه السالب، يبقى انا كده همشي على طول في الجدول، مش محتاجه ايه اعمل الاحتمال المكمل زي ما عملت في الاول. يعني انا كده هشوف في الجدول تمام وادور على سالب 1، ارجع تاني كده للجزء السالب اهو الارقام السالبه، يبقى انا عندي كده سالب 1 اهو تمام. هشوف سالب 1، طبعا هو سالب 1 بس، هنا طبعا لو جيت لاحظته في الجدول هتلاقوه هنا ايه، سالب 9 سالب 8 من 100 طبعا، لحد انا هشوف اللي قدامه صفر وصفر تمام. اهي كده هي دي الخانه دي كلها كده، هفضل نازل لحد ما اوصل لحد سالب 1. فين هي اللي هي هلاقيها القيمه دي اللي هي 1587 من 10,000، هروح كاتبها عندي. يبقى انا كده ايه، يبقى انا كده جبت خلاص قيمه الاحتمال على طول من غير ما اجيب احتمال مكمل زي ما عملت في المره اللي فاتت، فرحت كاتبها اهو زي ما انتم شايفين كده مره واحده على طول، اللي هو يبقى اذا احتمال ان الزد اقل من سالب 1 بيساوي 1587 من 10,000. كلام جميل. طيب نكمل بقى بعد كده. الدكتور ادانا مثال تاني تمام. المثال ده بقى عباره عن ايه، قال لك انا عايز الاكس دي تكون ما بين 110 و130. فروحت اول حاجه، قلنا اول حاجه بنرسم زي ما انتم شايفين كده اهو، كاتب اول حاجه عندي الرسم، بعد كده رقم تاني حاجه التحويل. طيب رحت راسم الرسمه طبعا هو على نفس المثال اللي فات، كان الميو بتاعتي كام، كانت الميو عندي ب 100. كلام جميل. طيب قال لي ايه، قال لي من 110 ل 130، فروحت كاتب كده 110 ورحت كاتب هنا كده 130. طبعا انا هنا كاتبها غلط، هي دي كده طبعا 130 المفروض يعني تمام. ورحت مظلل كده الجزء اللي في النص. بعد كده تاني حاجه هحول. طيب هحول ازاي، قلنا كده زد 1 هقول كده من 110 اللي هي طبعا القانون كان الاكس ناقص الميو على سيجما، فاللي هي 110 ناقص الميو اللي هي كانت ب 100 على سيجما اللي هي كانت ب 10، فهيطلع عندي كام، هيطلع عندي ب 1. وزد 2 نفس الكلام، هتطلع 130 ناقص 100 على 10 اللي هي ب 3. بعد كده رحت راسمها، حولت من نورمال ديستريبيوشن لستاندرد نورمال ديستريبيوشن ورسمت الرسمه. برضو اهم حاجه قلنا ايه، قلنا الرسمه زي ما انتم شايفين كده، الميو عندي اصبح بصفر و الزد 1 اصبح ب 1 والزد 2 اصبح ب 3 تمام. بعد كده بناء عليه هبدا احسب. طيب هحسبها ازاي، هروح بقى داخل، هروح مكمل هنا كده، هروح مكمل هنا كده اقول كده في القانون عندي انا في الاول كنت عايز ايه، كنت عايز الاكس تكون اكبر من 110 واقل من 130. هروح مترجم الكلام ده، يبقى اذا ال 110 اصبحت ب 1، يبقى البي طبعا بدل اكس طبعا هتبقى طبعا زد المفروض يعني، فتبقى زد اكبر من 1 واقل من 2. طيب دي بقى اجيبها ازاي، لو انا كده عايز اجيب الاحتمال اللي في النص اللي هو الاحتمال ده كده، اجيبه ازاي الاحتمال اللي في النص ده. احنا قلنا ايه، احنا كنا متفقين ان انا عندي الخط بيمشي كده تمام. يبقى اذا كده فطبعا عندي الخط ماشي كده من اتجاه الشمال لحد اليمين، فالرقم الاكبر عندي هيكون كام، هيكون رقم اللي رايح للتلاتة، والاصغر عندي هيكون رقم صفر. فبالتالي رحت كاتب بي 3 ناقص بي 1 واشوف هيطلع عندي الناتج كام. يعني عندي هنا كده انا لو شفت في الجدول، طبعا انا ما حسبتهاش، هشوف كده في الجدول عندي البي 3 هتطلع بكام، اهو كده رقم 3، فين رقم 3، اهو كده رقم 3 تمام، قدامه صفر وصفر. كلام جميل. اللي هو طلع عندي ب 99 ب 9987 تمام. هروح كاتبها هتبقى كده اهو، فاصلة 9987
تمام ناقص الجزء بتاعي كان التاني كان بكام؟ الجزء التاني بتاعي اللي انا كنت هجيب البي واحد، ادي كده الواحد عندي اهو كام بكام؟ كام ب 8413. اذا هطرح الاتنين من بعض يديني الايه؟ يديني الاحتمال اللي في النص. تمام كده، يبقى انا هطرح كده ده من ده ويديني الايه؟ الاحتمال اللي في النص. فكله عبارة عن اللي انا هشتغل بس عن طريق الورقة اللي انا هخش بيها الامتحان، كلام بسيط يعني. بعد كده راح الدكتور مدينا برضو مثال تاني، قال لك ايه؟ قال لك الاكس بقى المرة دي اكبر من 70 واقل من 90. برضو اول حاجة عندنا زي ما انا كاتب كده هرسم، هروح رسم الرسم، بعد كده هروح نحول من اكس لزد. تمام، رسمت الرسم اهو، عملت الخط بتاعي وقال لي من 70 لحد 90. طيب عملت 70 وعملت 90، وعايز برضو الاحتمال برضو اللي في النص برضو بتاعهم. طيب اجيبه ازاي بقى الاحتمال ده؟ بنفس الطريقه اللي فاتت بالظبط. اول حاجه اروح بس محول، جايب زد واحد وجايب زد اتنين. بعد ما رسمت كده هبدا احول، اجيب كده زد واحد زد وانا هقول كده برضو قلنا الايه؟ قلنا اللي هي اكس ناقص ميو على سيجما. طيب الاكس عندي اللي كانت ب 90 ناقص الميو اللي هو ب 100 على سيجما، يبقى اذا ايه؟ هيطلع عندي سالب واحد. تمام. طيب زد اتنين اللي هي كانت بكام؟ كانت ب 70، هقول 70 ناقص 100 على 10 تطلع عندي بسالب 3. كلام جميل جدا. هروح اعمل ايه بعد كده؟ قلنا هنرسم تاني، يبقى ايه كده؟ هنرسم من نورمال ديستريبيوشن لستاندرد نورمال ديستريبيوشن. رحت راسم الرسمه وسالب 3 وادي 1. بعد كده اروح جايب الاحتمال. طيب الاحتمال بتاعي هيبقى ايه؟ زي ما عملت في الاولانيه، قلنا عندي الخط بتاعي بيمشي كده اهو من الشمال لحد اليمين، فعندي اخر واحد مين؟ اللي هو سالب 1. فهقول كده احتمال سالب 1 ناقص احتمال سالب 3 اللي هو الرقم الكبير اللي هيطلع لي ناقص الرقم الصغير يديني الاحتمال اللي في النص. فبرضه هرجع برضه كده للورقه تمام بالطريقه دي واشوف احتمال سالب 1 عندي هيطلع بكام. ادي كده سالب واحد فين؟ ادي كده سالب واحد اهو تمام، وادي صفر وصفر اللي فوق، وشوف القيمة بتاعتي طلعت بكام. طلعت ب 1587. اسجل الرقم ده كده عندي تمام اللي هو 1587، واشوف برضو عندي كان سالب تلاتة، ادي اهو سالب تلاتة تمام، والرقم اللي قدامه كان 13 من 10000. اطرح الاتنين من بعض يديني ايه؟ يديني القيمة اللي في النص بتاعتهم بتاعت ال standard normal distribution اللي هو الاحتمال، قيمة الاحتمال تطلع بكام بس. وكده يبقى احنا ايه؟ خلصنا الجزئية الأولانية. بعد كده راح مدينا بقى طريقة تانية بالعكس، سؤال تاني ولكن بالعكس. ازاي؟ قال لي if the mean of burger بيساوي 30 جرام تمام، والسيجما عندي ب 8.2، طبعا وزن البرجر اذا اردت ان اكون من اكبر العشر 10% في السوق. هو السؤال بمعنى اصح اللي اتقال في المحاضره، هو قال لك انا راجل صاحب مصنع تمام، عايز اعمل برجر، البرجر اللي انا اعمله ده يكون عندي من افضل 10 موجودين في السوق. وقال لك ان البرجر الموجود اصلا في السوق كله هو عباره عن 30 جرام، والسيجما بتبقى عباره عن 8.2. انا عايز ايه وزن البرجر بتاعي اللي انا اعمله يخليني من افضل 10 كبار في السوق، اللي هو انا اما اجي اكلم الناس اقول لهم ده انا عندي برجر وزنه كذا، فايه انا من اكبر 10 موجودين في السوق. ايه بقى الوزن ده او ايه المساله الغريبه دي احلها ازاي؟ اول حاجه اترجم بس المساله، هو كده كان مديني كلام اترجمه، قال لي ان ال 30 جرام ده كده المين بتاعي، يبقى اذا الميو عندي 30، وقال لي طبعا الزد طبعا انا طبعا ما اعرفهاش ولا اعرف برضو الاكس، هو مديني بس السيجما تمام. فانا عشان كده بقول المساله غريبه همشيها بالعكس. فاول حاجه عندي اللي انا هرسم، هرسم ستاندرد نورمال على طول. ليه هرسم ستاندرد نورمال؟ وهحسب قيمه الزد. كل الكلام ده ازاي هقوله دلوقتي. هو طبعا اول حاجه برضو انا برضو ترجمتها، هو قال لك انا عايز اكون من اكبر 10%، يبقى انا كده احتمال زد اكبر من رقم هنا، المفروض في رقم هنا هيديني 1 من 10، اللي انا اكبر اللي انا هطلع اكبر من 10% من الناس تمام. يعني المفروض الزد تكون اكبر من رقم يديني كام؟ يديني 1 من 10. كلام جميل حلو. هحسبها ازاي بقى الطريقه المعقده دي؟ لكن هي بسيطه ان شاء الله. اول حاجه كده هروح راسم، شفت هنا الستاندرد نورمال ديستريبيوشن بعد ما رسمتها ورسمت الرسمه دي كده، اللي هو عندي هنا الصفر عندي هو المين، وطبعا قلنا قيمه الاحتمال عندي طلعت ب 1 من 10 اللي هم 10% اللي انا عايز اكون من اكبر ناس فيهم، عايز اكون من اكبر 10%، فبالتالي انا هكون في الاتجاه الموجب. وقلنا هنا انا رحت اجي الحاجه لذيذه جدا زي ما انا كنت بعمل في الامثال اللي قبل كده، كنت بشوف قيمه الزد تمام، وبعد كده اشوف رقم الاحتمال اللي قدامها او قيمه الاحتمال اللي قدامها. المره دي هعمل العكس، ولكن العكس ده هعمله بطريقه مختلفه برضو. ازاي؟ احنا كان عندنا قيمه الاحتمال 1 من 10
تمام، انا عايز اكون اكبر من اكبر 10% اللي هو في القيمه الموجب دي اللي انت شايفينها، تمام. وقلنا اللي احنا عندنا الجدول ماشي من الشمال لليمين، طب انا عايز احسب القيمه دي، بس احسبها ازاي؟ مش عارف احسبها، فبالتالي هجيب القيمه المكمله بتاعتها، يعني كأن انا هدور على القيمه اللي مدياني 90% اللي هي 9 من 10، تمام، اللي هي القيمه دي كده هجربها اشوف هي انهي قيمه عشان اجيب مكان النقطه دي ايه، بحيث ان انا من الشمال لحد النقطه دي هيديني 90%، يبقى انا كده اعرف ان انا واقف عند النقطه دي اللي هي النقطه اللي انا عايز احسبها، و التكمله بتاعتها هو 10% اللي انا عايز اكون منه. بمعنى اصح كده انا دلوقتي انا كنت عايز اكون من اكبر 10%، هشوف هدور عندي في الرسمه اللي هو الجدول اللي عندي على 9 من 10 الرقم اللي قدامه احتمال بيساوي 9 من 10، هروح جايب الورقه كده تمام وادور على الرقم اللي ايه اللي قصاده احتمال بيساوي 9 من 10. انا عندي كده الارقام، هشوف التسعات عايز 9 من 10 بس. الارقام عندي ماشيه ازاي اهو، انا كده 88، هنا بدأت في 9 من 10 اهو، يبقى اذا الرقم بتاعي في عندي رقمين اهو تمام، 8997 و 9015. طبعا انا بدور على 9 من 10 مش بدور على 8 من 10، فبالتالي اول رقم عندي هلاقيه في الجدول بادئ بتسعة من عشرة تمام، هيكون هو الرقم ده اللي هو 9015. طيب الرقم ده بقى ايه؟ الرقم اللي قدامه هلاقيه رقم 9 من 100 اهو، والرقم اللي قصاده من الناحية التانية هلاقيه رقم 1.20 تمام. يبقى اذا كده انا عندي رقم 1.20 و 9 من 100، هلاقيه الرقم اللي متجمع عندهم كام؟ اللي هو 9015. يبقى انا كده عرفت الرقم اللي بيبدأ عندي في 9 من 10 اللي هو رقم كام؟ رقم 1.29 من 100. هروح كاتب كده ان الزيت بتاعتي اللي انا اكتشفتها طلعت بكام؟ طلعت ب 1.29 من 100 زي ما انا كتبت كده. بعد كده هفضل ماشي المسألة بالعكس، يعني انا كنت جبت كده جبت قيمة الزيت، وانا في الاول كنت بحول من اكس لزد، المرة دي هحول من الزد للاكس. كلام جميل. طيب هحول ازاي بقى من الزد للاكس؟ عن طريق القانون اللي انا كنت مديه في الاول تمام. احنا كنا بنقول بحول ازاي من الزد، قصدي من الاكس للزد، بقول الزد بتساوي الاكس ناقص الميو على ايه؟ على سيجما تمام. قلنا بضرب طرفين في وسطين زد سيجما زائد الميو تمام، وعوض في القانون ده هشوف هيديني كام. قلنا عندي الزد كانت طلعت عندي ب 1.29 من 100 بعد ما جبتها من الجدول بالطريقه العكسيه، والسيجما عندي كانت ب 8.2، والميو عندي كان ب 30 اصلا مديوني في المساله. بعد ما اضرب ال 1.29 في 8.2 واجمع عليها 30 هيديني كام؟ هيديني 40 و578 من 1000. طيب ايه ال 40 و578 من 1000 ده؟ ده وزن البرجر اللي انا عايز اعمله عشان اكون من اكبر 10 شركات مصنعة للبرجر في مصر بس. وبكده المسألة تكون خلصت، فهي المسألة تعتبر ماشية بالعكس تمام. ده كده أصعب مسألة كانت في المحاضرة الخامسة. بعد كده الدكتور في جزء ما شرحوش وقال دوروا عليه انتوا، وهو هيجي جزء منه في الامتحان. قبل ما اخش على الجزء ده انا دخلت على النت وجبت ايه شوية قوانين كده، نفس اختصارا للكلام اللي حصل قبل كده اللي هو المحاضرة كلها، اللي هو البروبابيلتي اند نورمال ديستريبيوشن. قلنا النورمال ديستريبيوشن بحتاج الميو بحتاج السيجما تمام، وبحول من نورمال ديستريبيوشن للستاندرد نورمال عن طريق اللي انا بقول الزد بتساوي اكس ناقص ميو على سيجما، زي ما انتم شايفين كده هما مدينا مثال اهو. كلام جميل. فانا حولت اهو من النورمال للستاندرد تمام، وزي ما انتم شايفين كده الميو عندي اصبحت بصفر، وال600 عندي كانت اصبحت اتقلبت واحد. بعد كده الاحتمال اللي انا كنت عايز اجيب، كنت عايز اجيب اكس اقل من 600، فاصبح عندي ايه؟ فاصبح عندي الزد اقل من واحد بعد ما حولت. بعد كده رحت مدي برضو مثال برضو تاني تمام، لو هي في المنتصف كده يعني بيقول لك مثلا ان هي من 24 لحد 54، بيقول لك الاكس اكبر من 24 واقل من 54، عايز القيمه اللي في النص. قلنا هجيب برضو زد واحد وزد اتنين زي الطريقه اللي احنا كنا بنعملها، وحددنا القيم بتاعتهم. بعد كده رسمنا الرسمه تاني اللي هو من النورمال ديستريبيوشن للستاندرد نورمال ديستريبيوشن تمام، بناء على ان المين عندي بصفر اللي هو الميو، وزي ما انتم شايفين كده. وعايز اجيب القيمه اللي في النص، راح عمل ايه؟ قال لك احتمال 75
من 100 ناقص احتمال سالب 1.75. ليه بقى؟ لان احنا قلنا ان الطريق بتاعي زي ما انتوا شايفين كده ماشي من الشمال لحد اليمين، فبالتالي انا بجيب الاحتمال ده الاول، بعد كده بطرح منه الاحتمال ده، والناتج اللي في النص هو احتمال الكيرف، الاحتمال تحت الكيرف الجزء المظلل اللي انتوا شايفينه ده. دي كده كانت مراجعة على المحاضرة كلها بالصورتين دول البساط دول. بعد كده دخلنا على الجزء بقى اللي الدكتور قال انا مش هشرحه ودوروا عليه، طبعا انا دورت عليه، اللي هو كان الجزء بتاع ال approximation to binomial distribution to normal distribution، اللي هو عايزني احول من binomial distribution لنورمال distribution، اللي هو من نظرية ذات الحدين. امتى احول نظرية ذات الحدين الى توزيع طبيعي؟ طيب ازاي بقى احولها وامتى؟ انا عندي نظريه ذات الحدين لو حد فاكر كنا بنستخدم فيها الميو والسيجما، وكنا بنقول ان الميو بتساوي ان بي والسيجما تربيع السيجما سكوير يعني اللي هي الفيرنس، تمام، كانت بتساوي ان بي كيو. القانون بتاعي او اللي بيخليني احول من نظريه ذات الحدين ل نورمال ديستريبيوشن شرطين بسيط جدا، اللي هما الشرطين دول لازم يكون عندي ال ان بي اكبر من او يساوي 5 والان كيو اكبر من او يساوي 5، يعني عدد العينه ضرب احتمال النجاح يكون اكبر من او يساوي 5، وعدد العينه ضرب احتمال الفشل يكون اكبر من او يساوي 5. ساعتها اقدر احول المساله عندي لايه؟ لنورمال ديستريبيوشن. بعد ما احولها لنورمال ديستريبيوشن اروح محولها لستاندرد نورمال ديستريبيوشن وهكذا. يعني انا كده بعد ما اتاكدت بس من الشرط ده في مساله ذات الحدين هروح ماشي بقى خطواتي عاديه خالص. انا كده عندي البي وعندي الكيو، تمام، وعندي طبعا الميو وعندي السيجما، ده اكيد لان انا بعرف اجيب الميو والسيجما في نظريه ذات الحدين. بعد ما جبت الميو والسيجما اللي انا بشتغل عليهم اصلا في النورمال ديستريبيوشن اروح محول اشوف هو عايزني اجيب مثلا منين لحد فين، يعني عايز الاكس دي تكون منين لفين. بعد كده اول حاجه طبعا ارسم طبعا الرسمه الاول، يعني هرسم الرسمه تمام، واشوف واحدد الارقام، احدد الميو عندي انا جبته بكام، واحدد السيجما عندي انا جبتها بكام، وهكذا، واشوف انا عايز اجيب منين لحد فين. بعد ما حددت الكلام ده اروح بقى محول من اكس لزد، بعد كده احسب قيمه الزد دي، بعد كده ارسم الزد تمام، او ارسم الاول بعد كده احسب القيمه وامشي المساله عادي. لكن هي الفكره بس عندي اللي هو مديني مثلا مساله باينوميال ديستريبيوشن اللي هي نظريه ذات الحدين، وقال لي اعملها لي توزيع طبيعي، هل تنفع تتعمل توزيع طبيعي ولا ما ينفعش؟ اول حاجه هختبر الشرطين دول، ان هي ان بي اكبر من او تساوي 5 والان كيو اكبر من او تساوي 5. اتاكدت ان الشرطين دول موجودين معايا والاثنين صح، يعني ال n اكبر او تساوي 5 وال n بي وال n كيو برضو اكبر من او تساوي 5، اذا ايه اكمل المساله واعملها ايه توزيع طبيعي خالص بنفس الطرق بتاعت اللي انا كنت بعملها، اللي هو هحسب قيمه الميو وهحسب قيمه السيجما واشوف هو عايزني اعملها منين لحد فين بس. وبكده نكون خلصنا الخمس محاضرات. اتمنى اكون بعرف اشرح واتمنى اكون فهمتوا مني على قد ما اقدر، تمام. دعواتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.